كل الطعام. نحن الآن متواجدين في مدينة بيت لاهية، هذه المدينة التي شهدت منذ 7 أشهر هذه وحتى هذه اللحظات الكثير من الرسائل التي تدعي يدوها جيش الاحتلال للنزوح من هذه المنطقة، لكن ما نشاهده الآن هو تشبث وثبات وصمود داخل هذه المدينة يجسدها المواطنين من خلال إقامة حفل زفاف أحد المواطنين داخل هذا المركز. هذا الحفل يشكل بمثابة رسالة تحدي وصمود لجيش الاحتلال من قبل أهالي مدينة بيت لاهية. هذا المخيم شهد العديد من الرسائل الذي أرسلها جيش الاحتلال لهؤلاء المواطنين. أيضا ننوه بأن هذا العريس قد استشهدت زوجته في هذه الحرب، والآن يريد أن يعيد الحياة إلى هذه المنطقة، ويريد أهالي مدينة بيت لاهية أن يتحدوا جيش الاحتلال وأن يقيموا الحفل رغم هذه الجراح ويتغلبوا على كل الجراح الذي عاشوها منذ 7 أشهر. يشارك في هذا الحفل الوجهاء والمخاتير والعشائر وأيضا جميع العائلات من مدينة بيت لاهية. نرى هنا الحشود في هذه المنطقة لتشارك وتؤكد بأن مدينة بيت لاهية ليست بمدينة نازحة من هذه المنطقة، بل إنها صامدة رغم كل ما تعرض له من إبادة جماعية وقتل وتدمير في هذه المنطقة. الآن نقابل هذه الجمعية التي يعني كانت مبادرة في هذا العمل لإقامة هذا الحفل. يعطيك العافية. الله فيك، حياك الله. يعني في ظل هذه الحرب الذي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة، ما الذي جعلكم أن تقيموا هذا الحفل في هذه المنطقة بالتحديد؟ نحن في جمعية مداد فلسطين الخيرية نقوم اليوم بالبدء بهذا المشروع الذي ترونه الآن، مشروع تزويج الشباب. هذا ما ترونه هو مقدمة وبداية، سيتبع إن شاء الله مشاريع أكبر وأشياء أكبر بإذن الله عز وجل تخص تزويج الشباب والتخفيف عنهم في ظل ما تعرض له شمال قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وحرب تجويع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وحصار أطبق على جميع مناحي الحياة. نعمل على التخفيف عن أبناء شعبنا في شمال قطاع غزة من خلال هذه المشاريع. الشباب الذين لا يستطيعون الزواج ولا يستطيعون دفع تكاليف الزواج نقوم اليوم بالبدء بالمشروع بهذا المشروع حتى نعمل على التخفيف عنهم وعن معاناتهم بإذن الله عز وجل. يعني كما شاهدنا الاحتفال والأهالي وفرحة الأهالي في هذه المنطقة بسبب إقامة هذا الاحتفال، ونجد حضور واسع بين الأهالي في هذه المنطقة حيث يشهد هذا الاحتفال الحفل الأول على مستوى شمال قطاع غزة. نجد هنا الأهالي والأمهات والشبان، يعني أجواء من الفرحة بين هؤلاء الأهالي الذين يعني أتوا من كل مدينة بيت لاهية حتى يشاركوا في هذا الفرح الذي يقيمونه في هذه المنطقة الذي تعرضت للكثير من الاستهدافات والرسائل في هذه المنطقة. الآن نقابل أحد المخاتير في مدينة بيت لاهية. يعطيك العافية حاج. يعني لماذا بالتحديد ولماذا تم اختيار هذا الوقت لإقامة هذا الحفل في هذه المنطقة؟ يعني تم الاختيار لهذا الحفل في هذه المدينة الواحدة، مدينة بيت لاهية المدينة الواحدة والأسرة الواحدة، لزواج شاب من مدينة بيت لاهية أحمد سالم برهومة الذي قتل الجيش الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي قتل زوجته ويتم أبنائه. وإحنا رسلتنا للعالم الظالم أجمع أنه مثل الشعب الفلسطيني مثل ما بيعرف يحزن بيعرف يفرح، وهينا إحنا قاعدين اليوم وهي النشيد العالم كله سامعه أنه إحنا امبارح ودعنا رجال صدقوا ما عاد الله عليه ودعناهم وحزننا، وإحنا اليوم بفرح وإحنا فرحانين وبنقول للعالم أجمع أنه نتنياهو فشل وفشل ذريع والمقاومة منصورة، وإحنا ومالنا وولادنا كل ما نملك فداء للمقاومة. يعني إحنا على سكة الفاصل أول مدينة من شمال غزة مدينة بيت لاهية، وإحنا بنبشر العالم أنه أغلبية 90% من سكان مدينة بيت لاهية موجودين في بيوتهم موجودين في مراكز الإيواء، وإحنا الآن بنتكلم من حي المنشية. حي المنشية في مدينة بيت لاهية لا يبعد كثير عن السلك الفاصل، وإحنا كمان مرة بنقول للعالم أنه الشعب الفلسطيني قادر يفرح مثل ما هو بيحزن
واحنا بنبارك للعريس اليوم اللي موجود، ورغم الحصار ورغم الحرب ورغم الالم احنا ان شاء الله حنفرح وان شاء الله منصورين باذن الله تعالى، والمقاومه منصوره باذن الله. وبنقول للعالم اجمع انه نتنياهو حكومته الفاشله فشلت والمقاومه منصوره، واحنا وابنائنا وصغارنا وكبارنا كلنا مع المقاومه ان شاء الله. هذا هو الرسائل التي رصدناها من شمال قطاع غزة، نرى الآن ونشاهد هذا المشهد، مشهد الفرح والسرور بين المواطنين والنساء والرجال. الآن نقابل أحد المواطنين، يعطيك العافية. الله يعافيك يا عم. يعني في ظل هذه الحرب إقامة هذا الحفل يشكل بمثابة تحدي وصمود، ما هو رسالتك؟ رسالتنا إلى كل الشعوب التي وقفت موقف المتفرج في هذه الحرب الضروس وهذه الحرب الإبادة، نقول لهم أن شعبنا الفلسطيني سيظل متمسكا بحقوقه وبتواتبه وتوابته الوطنية، ولن يغادر هذه التوابت حتى يحقق أحلامه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية. ونقول لهم أن هذا الموت المتربص بنا ما هو إلا لن يقتات إلا من الفتات المتساقط من مائدة الحياة الفلسطينية الزاخرة، سيبقى راية الجهاد مرفوعة بإذن الله ولن تتوقف هذه الراية حتى يقف هذا الشعب تحت الشمس حرا أبيا، له نشيده الوطني وله هويته المستقلة التي ستجبر العالم على تفكيك على إجباره لكي يكون له موطئ قدم وسط هذا العالم. والكل متعطش منذ سنوات طويلة للانتصار، فالكل يشعر بالفخر وبالفرح وبالانتصار بهذه المقاومة الفلسطينية التي أدت أداء رائعا، استطاع الجميع أن يرفع رأسه عاليا، وعلم الناس جميعهم أن وراءهم رجال يستطيعون أن ينتزعون لهم حقهم وينتزعون لهم إرادتهم من إرادة هذه الحياة. بالتأكيد الفرحة قد عمت في هذا المكان، ونرى في بسبب هذا الاحتلال والعدوان المتواصل الكثير من العادات قد افتقدها هذا الحفل بسبب القصف المستمر والحرب التي لم تتوقف التي قتلت الفرحة في هذه المنطقة. الآن نشاهد هذا الفرح والسرور الذي عم في هذا المكان. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما الذي يعني يجعلكم أن يعني تقيمون هذا الحفل في هذه الأوقات؟ الحمد لله. كل حال أول شيء أنا قدمت جوزة الشهيدة، اضطريت إنه رغم الألم والجراح لازم أفرح، والحمد لله فرحنا اليوم بجد حبايب أهل بيت لاهيا، قدمت يعني فرحتي لأهلي وربع بيت لاهيا. الحمد لله يعني رغم الألم والجراح اضطريت إنه أفرح إنه أجيب أجيال حرر فلسطين إن شاء الله. الحمد لله كل حمد. يعني بالتأكيد في ظل هذا الحرب ما الذي افتقدتموه من عادات وتقاليد كانت سابقة وفي هذه الحرب يعني افتقدتموه؟ كان الفرح أكبر من هيك، يعني كان يعني عرسنا أكبر، وإحنا خاصة في الشمال بيت لاهيا كان يذم الحبايب والأجاويد. نسأل الله جل إنه رجعنا أهلنا في الجنوب، يعني أهلنا حبايبنا أغلبيتهم في الجنوب، نسأل إنه يتدخل كل دول العالم رجعوا لي أهلي وخواتي في الجنوب، يعني رغم خواتي في الجنوب اتجوزت اليوم الحمد لله. كل حال يعني حديت نتنياهو وجيش الاحتلال الصهيوني القاهر الذي قتل جوزتي شهيدة في المدرسة، تحديت اليوم وتجوزت المدرسة إنه خلف أجيال تحيي فلسطين تحيي القدس إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. يعني في هذه الأوقات في ظل الحرب غابت الكثير من العادات، ما الذي تقدموه في هذا الحرب؟ مش الفرحة، قد ما تعمل فرح مش الفرحة. احنا مش شردين واحنا في المدارس وخوف وزعل، ومرتضى مستشهدة ولادي يتامى، بس عشان يعني جبرة خاطر انه يعني نحسس ان الاطفال انه يعني احنا بخير واحنا ما تخافوش، وانا اما احنا والله ما فيش هذا بال ولا في فرحة. طول ما احنا مش شردين عن دورنا وعن اولادنا وعن ناس ثانية وناس ثانية، الحرب حرب والزعل زعل وخوف، بس احنا بدنا نعيش رغم عن اليهود ورغم عن التشريد ورغم عن الحرب، بدنا نعيش حياتنا، بدنا نكمل الفكرة. اما احنا في فرحه فيش فرحه، والله ما في فرحه يا بني. اما احنا يعني رغم عن انف الاحتلال بدنا نعيش، مهما شردنا ومهما رحلنا ومهما عملنا
بنسيبش وطننا ولا بنسيب دورنا ولا بنسيب بلدنا، بدنا نعيش غصبا عنه، قال او قال لا بدنا نضل في بلادنا ونعيش في بلادنا ان شاء الله رب العالمين. وربنا يعوض عليهم، يعوض على كل واحد استشهدت مراته وابنه استشهد اخوه استشهد، كل الناس مهمومه، كل الناس زعلانه، ولا واحد في قلبه فرحه، شايف الناس فرحه بتغني لكن ولا واحد مبسوط والله. يعني هذا هو لسان حال الاهالي في مدينه بيت لاهيه، لم ينسوا الجراح ولم ينسوا الشهداء، لكن ارادوا ان يتغلبوا على هذا الجيش الذي دمر كل شيء في هذه المنطقه وقتل الفرحه. اهالي مدينه بيت لاهيه وفي هذا الحي يقومون الفرحه رغم كل الجراح الذي عاشوه منذ 7 أشهر.